أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم نفوس ودروس. مساء الخير. يسعد مساك يا عم الشيخ. تفضل يا سيحان. تفضل يا تفضل. تفضل استريح. حضر لنا العشاء يا فردوس يا بنت. حاضر يا عم الشيخ. خذي دي معاك يا فردوس يا بنتي. حاضر. مش عاوز تغسل وشك تغسل ايديك حاجه يعني؟ عاوز اكل. اسعفينا بالاكل يا فردوس. مشغول في ايه؟ انت واخد بالك من الشمعدانين دول؟ اصل دول انا بعتز بيهم قوي، دول بيفكروني بشبابي، اصلهم هديه من واحد كان عزيز عليا قوي الله يرحمه الحاج عبد الواحد، كان راجل من الصالحين وربنا اعطاه المال والجاه ويستاهل. شوف يا بنتي الباب يخبط. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش قدامي؟ وش الحرامي ده؟ ما تتنام من شوية. سامع يا عم الشيخ؟ ده لك كلامي. صباح الخير يا سيدنا الشيخ. صباح الخير يا ابني. الحرامي ده ما تتنام من شوية ومعايا الحاجات دي. واحد من الجيران سابه خارج من بيتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع يا سيدنا الشيخ، تحصلنا على النقطة عشان نعمله المحضر اللازم. محضر؟ محضر ليه؟ كفل الشر يا ابني. ده انا مديهم له هديه. ده حرام يا سيدنا الشيخ، حرامي. استغفر الله العظيم يا ابني. كلنا اولاد ادم وحواء. يعني مش سارقهم؟ مش سارقهم ازاي؟ بقول لك مديهم له هديه، ده حتى نسي ياخد الطشت والابريق دول. انا مش قلت لك خدهم يا حامد يا ابني وانت خارج؟ لا جدال في ان الخجل هو أحد العقبات التي تعترض سبيل الكثير من الشباب وتحول بينهم وبين تحقيق بعض الأهداف والغايات للوصول إلى ما يصبون إليه. فكم من امرئ مثقف تثقيفا عاليا عجز عن الوصول إلى المرتبة التي يرجو بسبب خجل لا مبرر له؟ وكم من امرئ بليد الذهن لم يحصل من العلم إلا القليل قد بلغ أسمى المراتب لأنه لا يعرف أي معنى للخجل. لكن فيما اتصل بي أنا، يعني ما أعرفش خجلي سببه إيه، لأني مش بقولك أنا يعني أنا لست من أسرة ثرية ولا شيء، أنا من أسرة بسيطة يعني رقيقة الحال، لكنها ليست فقيرة يعني كانت أسرة الحمد لله، كانت أسرة طيبة الحال. ولكن الخجل ما اقدرش اعرف ايه سره، غير اني اقول لك اني انا يعني يمكن يكون ما كانش عندي الجرأة الكافية، ما كانش عندي القدرة على الاقتحام، ويمكن يكون سببه ارتباك في التعليم في المرحلة الابتدائية، يعني اللي هي مرحلة الطفولة، كانت تعليمي كان مرتبك، لم يكن منظما كما يحدث لكل الأطفال، يعني ما دخلتش من المرحلة الابتدائية طبيعي، وإنما لقيتهم بيخلوني أتقافز سنة في ابتدائي ثم إلى الإعدادي ثم مرة أخرى للابتدائي، يعني يعني أنا أول شهادة أعرفها وأدركها هي شهادة الإعدادية، لكن شهادة الابتدائية إمتى وإزاي لو حاولت أفتكر يمكن ما أفتكرش. أظن إن ده كان له تأثير.
طبعا في كل إنسان منا عنصر من الخجل، وفي حياتنا أيضا يعني لو استعرض أي إنسان حياته لوجد أن هناك مواقف يفاجئه الخجل فيها ويمنعه من أن يتصرف. والخجل في كل تأكيد هو حالة انكسار ذاتي، انكسار داخلي يعجز المرء عن مواجهة الموقف. ولهذا فإن الخجل يحدث في الغالب في لحظات المفاجأة، حينما يواجهك موقف ولا تستطيع أن تتعامل مع هذا الموقف بالأساليب التي يقتضيها هذا الموقف، فتتوقف عن التصرف تماما. هذا هو الخجل. الخجل هو توقف عن التصرف، الخجل هو تعطل للآليات الإنسانية، الآليات المادية والمعنوية في الإنسان، تتوقف في لحظة من اللحظات ولا تستطيع أن تتعامل مع الظرف المفاجئ أو الظرف الخارجي. هذا ما يسمى عادة بالخجل. ولهذا فإن الخجل دائما مذموم، ينظر إليه على أنه صفة غير حميدة غير محببة. كونها النظر إليها بهذا المنظار سببه أن الخجل كما قلت هو حالة انكسار وحالة تعطل لآليات التصرف عند الإنسان. طبعا عادة الناس ينسبون الخجل إلى النساء ويجعلون الخجل عيبا في الرجال. الواقع أنا أعتقد لا يوجد تفريق بين هذه وتلك. الخجل عند المرأة وعند الرجل هما شيء واحد سيان، وفي كلتا الحالتين الخجل يصبح عنصر انكسار، عنصر ضعف، عنصر تراجع، عنصر عجز عن المواجهة. يعني هو الخجل ده بالنسبة للفنان أو لأنه مش متوقع أبدا أن الناس هتعامله بالشكل ده، فبيجي الخجل سريعا جدا من الرياكشن اللي بيحدث من الناس ليه. علشان هالمطعم يا أخي. وش تبي في المطعم؟ أبي أجلس أنا وياك. ليه؟ ها عازمك يا أخي. فيها شيء؟ شكرا بس أنا مو جوعان. مو شرط تأكل لما تدخل المطعم، نجلس ندردش شوية نشرب عصير. متى إحنا بنروح إلى الجماعة في الاستراحة؟ بعد شوية إن شاء الله. وهناك العشاء؟ إيه؟ وش تبي في المطعم؟ أجلس أنا وياك يا رجل جلسة بسيطة قصيرة كذا نشرب عصير. أنا ما أبغى عصير. يا رجل وش ملاك أنت؟ أنا ما أحب الجلوس في المطاعم يا أخي. وبعدين تعال قلنا الجو هنا بارد، وجهك تسبب عرق يا رجل. أنا بس أنا جسمي كده. يا رجل تونا جايين لسه بدري، ايش بالك انت؟ انت قاعد على راحتك. طيب وين؟ انت قلت في السيارة. ليه؟ زي ما قلت لك. غريب يا رجل. يعرف الخجل أو ما يطلق عليه شاينس بأنه حالة
من التوجس من التعامل مع الآخرين، وذلك طبعا بسبب عدم ثقة الفرد في نفسه، ولذلك فهو يتجنب جميع المواقف الاجتماعية لخوفه من تقييم الآخرين. الخجل اضطراب أو عرض يصيب الحقيقة بعض الناس إلى درجة كبيرة تعيقهم عن أداء أعمالهم وتعيقهم عن ممارسة حياتهم اليومية. الخجل ينشأ يتكون لدى الإنسان منذ الطفولة، وينشأ الحقيقة نتيجة التربية السيئة القائمة على سلب ثقة الإنسان بنفسه وعلى تحقيره وعلى عدم احترام آرائه وعلى التشدد في التعامل معه، فينشأ الطفل مضطرب متلعثم بالكلام يحمر وجهه لأقل الأشياء، ثقة بنفسه محدودة. عندما يقابل المهمين أو حتى غير المهمين نجد أن قدرته على الحديث قدرته على الكلام تقل. هذا العرض يعتبر الحقيقة عرض نفسي وعرض مرضي يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى تشخيص، لأنه يقلل من نجاح الإنسان في المجتمع وفي البيئة المحيطة حوله. لماذا يشكو البعض من الخجل بينما يشعر البعض الآخر بالجرأة والإقدام؟ في دراسة علمية قامت مجموعة من الباحثين بطرح هذا السؤال على خبير الطب النفسي الدكتور يسري عبد المحسن الذي شاركهم في القيام بدراسة حول ظاهرة الخجل. أجاب: إن لكل خجول حالة خاصة من الخجل، وهي كلمة غامضة لا يمكن تحديد معناها لغويا، ولكن إذا لاحظت 10 من الأشخاص المشاهير الذين يتصفون بهذه الصفة يمكنك التعرف إلى أن كل منهم يختلف عن الآخر اختلافا كبيرا. فالخجل عند كل منهم ليس بنفس الدرجة والظروف التي تتسبب في إزعاج بعضهم كل الإزعاج، قد تكون قليلة التأثير عند غيرهم. صح، سبب حاجات كثيرة، من ضمنها إن أنا من يعني نشاطي الاجتماعي جاء متأخرا جدا، لأن أنا بتكويني منطوي بكش كده، ما أقدرش أعمل علاقات جديدة مع الناس، ويمكن سببها برضو نشأتي، ناشئ ريفي وعمل والدي كان بيتنقل من مكان لمكان، فمبقاش ملحقش يبقى لي أصدقاء أو جيران، فتلاقيني حاسس بالغربة أو بالاغتراب. فالغربة والاغتراب أدى إلى الخجل، وفي نفس الوقت أدى إلى أني أتفرج على المجتمع دون أن أشارك فيه. الخجل عندما يكون سكوتاً على الحق فهو هنا جبن وهزيمة. هو أنا فعلا خجول، وخجول بشكل وحش جدا، لدرجة أن أنا بقعد أتساءل بيني وبين نفسي ليه، يعني المفروض أن أنا ما أخجلش. أنا شغلتي كنت في الأول مدرس، يعني بلتقي بالطلبة وفي المحاضرات، ومع ذلك ما كنتش بخجل. يعني أنا لما أبقى قدام الناس في عمل من الأعمال سواء إذا كان في التدريس أو في التمثيل ما بخجلش، يعني حتى في السينما، السينما لما يبقى فيه أدوار بأديها وبحسها، ما بعملش ستوب، ما بغلطش. لكن هي في المجتمعات دايما باستمرار بحس بنفسي إن أنا خجول، يعني لما أخش في أي مكان تجدني يمكن جايز أبص في الأرض وتلاقيني مش عايز أبص للناس. وحصلت لي حادثة غريبة جدا ممكن أنا أحكيها. يعني أنا في مصر لما أكون مثلاً عاوز أروح مشوار أو حاجة زي دي، أنا بركن عربيتي وببقى عارف بالظبط أنا رايح فين المكان اللي رايحه، وتلاقيني حاطط وشي في الأرض وماشي سريعاً وداخل المحل أو داخل المكان اللي أنا رايحه. والعادة دي بقت وحشة عندي أوي، لدرجة إن أنا يعني بقول فين زمان اللي أنا كنت بعيش بحريتي وبطريقتي الخاصة وكله. يمكن بعد ما اشتغلت في السينما الخجل ده ظهر، ما ظهرش زمان أبداً. فجيت سافرت باريس ولقيت نفسي ماشي في شانزليزيه وماشي ووشي في الأرض. طب ليه؟ طب ده انت الوقت في باريس ومحدش عارفك، حاول انك انت ايه يعني بص في الفترينات تتفرج
يعني الواحد يحس بالحياة اللي هي ممكن يعيشها كإنسان عادي يعني. فبدأت أحط إيدي في جيوبي وأصفر وأبص في الفاترين وأستمتع بالحياة الجميلة دي. وبصيت لقيت واحد جالي وراح مخبط عليا كده، قال لي مش حضرتك الأستاذ كمال الشناوي؟ قلت له لا مش كمال الشناوي، فوقني. فده يعني يأكد لك إن أنا حتى في مكان آخر غير مصر تلاقي عندي الخجل ده. معرفش، يمكن جايز هو شعور بإن الواحد يمكن عشان بيشتغل في التمثيل معرض إن الناس تبص له كتير أو توقفه في الطريق أو تتكلم معاه أو حاجة زي دي. بدأت يمكن أحس إن أنا هروبا من الحاجات اللي ممكن تحصل دي، إن أنا أبقى خجول، أبقى بجري، أبقى مستعجل. لكن هي صفة قد ما هي حلوة لكن هي وحشة بالنسبة لي، بتعب منها أوي. الأستاذ حسين عرب يقول: أنا شخص خجول وإيجابي في نفس الوقت، وكم تحملت نفسيا من قول كلمة لا. الرئيس الفرنسي ميتيران يقول: لقد تخلصت من الشعور بالخجل والإحجام الذي أصابني بالشلل في شبابي. قال الناس إنني انطوائي وشخصية مغلقة وغامضة، أشعر الآن بمزيد من الحرية. كيف كنت كتلميذ؟ تلميذ شاطر ونجيب ولا تلميذ؟ لا والله ما هو إلى درجة يعني، إنما كنت هاف ان هاف يعني. طب كنت ولد شقي وعفريت كده؟ لا أبدا، خجول ومنطوي، وما يعني ما عنديش الشقاوة بتاعت الصبيان يعني. كيف ينشأ الخجل منذ الطفولة ويظل ينمو حتى يصبح ملازما للإنسان طوال عمره؟ تظهر الأبحاث الحديثة أن تجارب الطفولة في الخجل هي المفتاح لكثير من المخاطر التي تهدد بعدم استقرار البالغين. فالأشياء التافهة المبكرة لا تختفي، ولكن تبقى في اللاشعور وتلازم الإنسان مدى حياته. هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن عزوها أو عزو الخجل إليها، منها أولا وجود مواقف جديدة على الشخص، الشيء الثاني ممكن يكون وجود الشخص في موقف غريب عليه كنزول المدرسة أو للفصل لأول مرة، الشيء الثالث أيضا خوف الشخص من تقييمه حينما يكون الشخص بحضرة يعني شخص لديه السلطة لتقييم هذا الشخص. السبب الرابع طبيعة القيم السائدة في المجتمع، بعض الثقافات يعني تؤدي إلى أن يكون الخجل صفة أو سمة لأفرادها. المهم يا أخو يوسف، أنت تعرف الرجال مضبوط؟ من أبو خالد؟ اللي إحنا رايحين له الحين. لا، اللي سابق معرفة فيه. الحمد لله، فرحتني تصدق. الحمد لله عشان أنا أخذ الوظيفة وبنجاح. تفضل. كل إن شاء الله. يا رب. تفضل. 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 تفضل، أنت اللي تعرفه. تفضل. ادخل تعرف الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأخ يوسف، حياك الله. كيفك؟ يا هلا ومرحبا، حياك الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا. حياك الله. الله يسلمك. زميلي عبد الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل. الله يتفضل عليك طول العمر. يا اهلا وسهلا، اهلا بالاخ يوسف، حياكم الله. يا اهلا ومرحبا. يا هلا طول العمر. كيف احوالك يا يوسف؟ الحمد لله كل شيء. يا اهلا ومرحبا، حياكم الله. الو اخ احمد. لو تكرمت شلون اثنين شاهي. حاضر. شكرا. يا اهلا ومرحبا. هلا. يا اهلا ومرحبا. يا حي الله من جانا، حياكم الله، يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا، كيف الحال يا اخ يوسف؟ شلون الامور؟ ان شاء الله الامور طيبه. الحمد لله طال عمرك، كل شيء زين. الله يعينكم. يا هلا وسهلا، يا هلا، حياكم الله. الله يسلمك.
فيما و تفضل يا استاذ حمد. اهلا وسهلا. اهلا استاذ حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. شلون طال؟ يلا ابو محمد. الله يسلم. يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟ الله يرضى عليك. تفضل استاذ. تفضل. الله يسلمك. مستعجل بس ابيك تشوف لي هالموضوع. الله يسلمك. خير ان شاء الله. هذا الموضوع اللي كلمتك عنه. اي موضوع الرجال. اي نعم طال عمرك. ابشر. الاوراق كلها كامله يا ابو محمد؟ نعم كلها كامله. هذه بالملف. ممتاز ممتاز ممتاز. لا مانع من تعيين المذكور في الوظيفة أعلى يعتمد. أي خدمة ثانية يا أبو محمد؟ ما قصرت. حياك الله. الله خير. يا هلا ومرحبا. لا قطعنا. إن شاء الله. يا هلا ومرحبا. حياك الله. السلام عليكم. مع السلامة. حينما سئل الرئيس الأمريكي آيزنهاور منذ ثلث قرن، وهو الذي قاد جيوش الحلفاء للنصر على النازيين، عن أهم الأشياء التي يتوقع أن تختفي من حياتنا في القريب، أجاب على الفور: الخجل. ففي خلال قرنين من الزمان تم قتل نصف سكان الكرة الأرضية بأيدي النصف الآخر، ورغم ذلك لم يخجل أحد من نفسه. أما برنارد شو فقد قال ساخرا: لقد عشنا عصرا كانت فيه الفتاة حينما تخجل يشوب وجهها الإحمرار. في المستقبل سوف يحدث العكس، فالذي سيضبط متلبسا بإحمرار الوجه سيخجل، ولكنه ليس حياء. لا شك أن المؤلف البريطاني الذي ابتكر شخصية جيمس بوند كان يتطلع إلى أن تتحقق هذه الصفات في معظم البشر، فأخذ يسبغ على بطله جيمس بوند صفات القوة والجرأة والإقدام والذكاء والشجاعة، ولكن هذه الصفات كانت خيالية، ومن المستحيل أيضا اجتماعها في شخص واحد. فأبطال هذه الأفلام البوليسية كانوا بشرا لهم نواقصهم، بعيدا عما تقدمه هذه الشخصية الخيالية، فالكمال لله سبحانه وتعالى. والإنسان عليه أن يعترف بأن قدراته محدودة ولا يستطيع تجاوزها مهما حاول وكبر. وهنا نشاهد بطل الفيلم جيمس بوند يقوم بأعمال بطولية خارقة، يقوم فيها بمحاربة الأعداء بقوة وحزم. ولا يتردد أيضا في استخدام العنف والشدة ضدهم. وهو بطبيعة الحال وكما أراد له مؤلفه ينتصر في كل المواقف. كما نشاهد الآن
لا عائق يقف أمامه. ها هو قد تخلص من أحد خصومه ويسير نحو الآخر مندفعا واثقا من نفسه. انظروا هذه اللقطة، الخوف أخذ يدب في أنفسهم فيولون الأدبار. رغم كل هذه المبالغات السينمائية، هل فعلا تتمثل فيه هذه الصفات؟ جيمس بوند الشخصية الخيالية المتصفة بالجرأة والإقدام واقتحام الأخطار. تعاقب على تمثيل هذه الشخصية كل من شين كونري وروجر مور وأخيرا تيموني دالتون. ومما يلفت النظر إلى جيمس بوند الأخير هو خجله وميله للغموض، حيث لا يعيش حياة النجوم ولا يحب أن يتدخل أحد في حياته الشخصية. ده يعني أنا بحس الإنسان اللي بيخجل ده إنسان أفضل، بس ما يبقاش الخجل ده مرده بقى بعد كده إنه يعني ممكن يبقى بيخجل هنا. يعني أنا أغلب الناس اللي شفتهم حتى يعني برضو من شغلي في الأمراض النفسية تلاقي الولد اللي بيبوظ قوي تلاقيه خجول جدا في بيته، لكن مجرد انه يطلع بره يعمل عكس تماما اللي بيحصل، لانه مش قادر يبقى صريح وواضح مع اللي حواليه. لا بسيط الحمد لله، كل شيء تمام الحمد لله، الجروح سطحية وبسيطة الحمد لله. أنا دحين أقول للممرض على أساس يعالج لك هي بسرعة عشان تخرج من المستشفى بسلام. دكتور اصبر يا رجال اصبر، أكيد حتألمك شوية وتشد عليك لأنك تأخرت بساعة. أبغاك تعالج له الجروح كلها وتخرج له الشظايا من جروحه برضه، شظايا البزاز. أنا؟ أيوه أنت، هو في أحد غيرك هنا؟ وكلها؟ طبعا كلها. حاضر. يلا صلاة دكتور، جرحت على مني بعدين. طيب ان شاء الله. خير ايش في؟ هذا مصاب عادي. انا اللي شفيني مو بالمريض. ايش بك انت؟ انا يا دكتور انا ما اقدر يا دكتور. شلون ما تقدر؟ انت ما انت ممرض ومتخرج من معهد التمريض؟ الا اجل ايش قصتك؟ بصراحه دكتور انا اخجل. شلون؟ اخجل. استريح استريح.
ايوه دكتور احمد، الله يسلمك، ممكن ترسل لي ممرض للطوارئ؟ اصله في مصاب هناك الله يعالجه. ايوه شكرا لك يا سيدي، مع السلامه. ايوه قول لي يا اخي دحي، بتخجل من ايه؟ انا بصراحه اخجل، اول ما تخرجت تعينت في عياده العيون، ما كان الموضوع محرج لهذه الدرجه. فيوم يقولون الاسعاف صرت اخدم الكشف على اجسام المرضى. فعلا هذه مشكله. انتوا ما اخذتوا تشريح في المعهد؟ الا اخذنا، بس انا الفتره هذه كنت اتحمل على نفسي لين تخلص الفتره واطلع. لا انا لازم احولك لطبيب نفساني عندنا في المستشفى. انا يا دكتور ما اعرف شو اقول لك، انا عشت حياتي كلها متناقضات، والخجل اللي اشعر به انا متفهم مشكلته وعارف انه خطا، لكن يا دكتور ما ادري كيف اعالجه. تعالجه بالمواجهه، لازم تواجه نفسك بنفسك وتمرنها على تخطي هذا الخيط الرفيع وهذا الوهم. كل مره احاول وفي كل مره اعاني. تعاني واساس عملك معالجه الاجسام وخصوصا اجسام المرضى. وبعدين احب اذكرك انه خجلك هذا يوقف عائق بينك وبين خدمه الناس. وانا في الحقيقه استغرب انه في واحد يخجل من خدمه الناس وانقاذهم. أسامة إيش فيك؟ وقعت يا عمي. وقعت؟ طب أخلع قميصك خلني أعالجك. ها؟ أخلع قميصك بعالجك، لا تستحي. حاضر. 190 190 لا 70 لا ما فيك إلا الخير إن شاء الله. ايوه ها شوف اخوك شيء زين الحمد لله على سلامتك وسلامتي. كيف تتخلص من الخجل؟ والله بدل ما انصحهم انا عاوز انصح نفسي، يعني يا ريت حد ينصحني انا ازاي اتخلص من عقده الخجل اللي مخلياني مش عارف في حاجات كتير جدا بتضيع مني وفلوسي بتضيع مني وناس كتير جدا بتاكلني من الخجل، فيا ريت حد يعالجني انا من الخجل. والخجل لا يليق بالرجال دائما ولكنه مطلوب في بعض الاحيان. اعتقد ان الحياه صفة أخلاقية، ليس من العيب أن يتحلى بها الشخص، وقد وصفها الإسلام بأنها شعبة من الإيمان. الخجل قد لا يكون مرغوب، قد لا يكون مرغوبا في كل حين، لكنه في بعض المواقف قد يكسب هذه المواقف مسحة من العاطفة ومسحة من الليونة التي ربما كانت مرغوبة أحيانا. دي الحقيقة محتاجة في أسلوب التربية، إحنا كأبهات أو الأبهات في عالمنا العربي والأمهات لازم يكونوا قريبين من ولادهم ويعرفوا نقطة الضعف إيه ويعالجوها. ليه صديق عزيز ليهم قريب كان منطوي وخجول قوي قوي، يعني يتكسف لدرجة يعني بعد ساعات كانوا ينزلوا علينا يقولوا انت ايه بنت، فتخيل انك تقول لي راجل ايه انت ايه انت بنت فتجرحه. فليه ابن خالته بيحبه جدا خده خلاه يتعلم كاراتيه، قعد مره اتنين تلاته يعني مش قادر، لكن المدرب كان انسان بيفهم فابتدى يتعامل معاه بالذوق، وواحده واحده الى ان حصل على الحزام الاسود. اما حصل على الحزام الاسود ابتدى يكسب ثقه في نفسه، ابتدى يبقى طبيعي مع الناس، ابتدى ما يبقاش خجول. فالخجل ده ممكن علاجه بالمعامله، ازاي؟ عن طريق التربيه، سواء كان في الجامعه الاستاذ يبقى واخد باله، ان في البيت الدكتور، في كافه المجالات الصديق لازم ما يبقاش رزل، لان بعد ساعات الاصدقاء يحبوا يسخفوا على صديق ليهم منطوي او مهذب، ودي ممكن تسبب له عقده في حياته كبيره جدا. فعن طريق التربية ممكن نحن نخلي شبابنا يتخلصوا من الخجل. في الواقع أن الخجل ينشأ
عن عدم ثقة الفرد بالدرجة الأولى في ذاته، ولذلك يعتبر أسلوب تأكيد الذات الذي يتبعه بعض علماء النفس أو أفضل وسيلة، فيعمل المعالج على بناء ثقة الفرد في ذاته وبالتالي تقبله للمواقف الجديدة بسعة صدر وتصرف حيالها بثقة وواقعية. هو طبعا أنا بقول لك إن الخجل ده جه عندي أنا في مرحلة إن أنا بشتغل وبقيت فنان، لكن في الأول ما كانتش عندي أبدا، ووضحتها بحكم الشهرة والناس عارفاني، يمكن ده كان هروب يعني غطى حتة. في فنانين مثلا تبص لقيهم مغرورين يعني قابلوك كده بعظمة ورأسهم فوق ومنفخين ومش عارف ايه وبتاع، حتى درجة الناس لما بتقابلهم يقولك ده مغرور ده شايف روحه ولا مش عارف ايه. لكن الشاب مش مفروض انه يبقى خجول، يعني لازم يواجه الحياة بأي شكل، يواجهها بقوة وبعزيمة وبثقة، بثقة بنفسه، ويحقق اللي هو في داخله، لأنه هو لو حصل الخجل مش هيقدر أبدا يواجه أي موقف، مش هيقدر أنه هو يقدر مثلا يحقق ذاته ويقول للناس أنا هو موجود. فالخجل ده صفة من صفات الانهزام، تبقى نوع من الانهزامية للشخصية. فأنا أفضل أن الشباب يبقى باستمرار حاسين بثقة داخلهم وأنهم يدافعوا عن حقوقهم بس بمنتهى الذوق ومنتهى الأدب، ودي بيبقى لها تأثير في علاقة الشاب بالناس اللي حواليه. أما ما هي طريقة العلاج بالنسبة للشخص الخجول أو لأي شخص يخجل، فهي بكل بساطة وزرع الإنسان يزرع الثقة بنفسه والآخرين، وكلما زادت ثقتنا بأنفسنا فإننا سوف نتغلب على شيء اسمه الخجل. لو سمحت خلنا نتفاهم، أبوي له دين عندك وحنا محتاجينه، فلو سمحت يا أبو عمر خلنا نخلص الموضوع. صحيح، إيش عليك؟ أنا لازم أروح أتفاهم معه وبدون أي خجل، لأن الخجل بيضيع كل شيء، بيضيع حقوقي وحقوق إخواني الأيتام. طبعاً شجع يا سعيد وروح له وواجهه وبدون أي خجل ولا إحراج، ما فيها شيء. صحيح هو في سن والدي، بس هذا حقي وحق إخواني. إذن نترك الخجل وندخل على الرجال. يلا يا هلا واسأل والله، حياك الله يا سعيد، يا مرحبا، يلا حي خليفة المرحوم، يا مرحبا الله يرحمه، يا هلا وسهلا، يا ريحة الحبايب، حياك الله. وشلونك؟ هلا بك الحمد لله. الوالدة والأخوان كيف حالهم؟ نعم الحمد لله. يلا حي، ترى حياتي وروحي فداكم، تراني أغليكم أنا. اسمع، ترى أبوك الله يرحمه أغليه مثل أخوه، إلا قلت يمكن أزود شوي بعد. لا رجال، أنا وياها روحين توأم، روح الوحدة. يلا حي، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت عشيت؟ الحمد لله تعشيت. أي طيب، أخوانك وأهلك بخير وي... الحمد لله وطيبين؟ بخير وسلم. الله يديمه. أجل شوف، أنا ودي أروح وأنت قاعد شوي، والبيت بيتك، اعتمدت في بيتك ها؟ لا، أنا بس مريت منه وقلت بسلم عليك. هي جاد رجل طيب، الله يحييك، عاد نحتاج شيء وأنا خالك، الله يحييك، لا تردد، محلك، يا حياك الله، يا مرحبا، حياك الله، في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. فاتورة التليفون؟ اي فاتورة التليفون. لا على فكرة جار البيت سددت انت ولا لا؟ لا الحقيقة ما سددت. اي وراعي البقرة؟ ولا راعي البقرة ولا هذا بس خلاص. أرجوك يا سعد،
أنا طفشت من كثر الطلبات. أخوي سعيد أرجوك اتركني، أرجوك رجاء ماني بتاركك بصراحة. حنا الحين ما هو أبو عمر ذا نطلب فلوس، ليه ما تروح يا أخي تجيب فلوسنا من عنده؟ الحقيقة حاولت بس ما قدرت. حاولت بس ما قدرت، يعني الخجل لحد الآن فيك. يا أخوي راعي البقالة يطلبنا، راعي البيت يطلبنا، كل الناس اللي بالشارع ذا يطلبونا وقاعدين نتنحش منهم، وأخذتها معك وأخذتها بس علمني. الله يسلمك. وشلون الاخوان؟ بخير الله يسلمك. وشلون الوالده؟ الحمد لله. عسى ما قاصر عليكم شيء، تحتاجون شيء؟ الحقيقه يا ابو عمر محتاجين الحقوق اللي خلاها الوالد عندك الله يرحمه. ابشر ابشر، رقمتي سداده، اطلب بس، وش تبون بس؟ الحقيقه مثل ما قلت لك محتاجين الحقوق اللي تركها الوالد الله يرحمه عندك. مصر يعني والله انها نقول الشعت المباركه. بس انت جيت لي هالحين في وقت وانا نيتي اطلع، لكن تدري انت قعد هنا يعني ساعه كذا وانا بروح واجي وان شاء الله تصير زين. لا 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 يا ابو عمر، انت اللي استرح، انا ماني طالع من هنية الا معي كل الحقوق حقتي وحقت اخواني الايتام. والله يا بس انا ما معي شيء هالحين. والله اذا ما معك شيء هالحين الحقوق المدنيه ممكن تجيب لي كل حقوقي. أوه. والله تغيرت يا سعيد. الحمد لله طال عمرك. علاج الخجل التشجيع على الثقافة، البروز في مهمات تانية، في شطارات تانية، يبقى شاطر في الميكانيكا، يبقى شاطر في القرايه، يبقى شاطر في القصص، يبقى شاطر في القصه في التمثيل، يبقى اي حاجه ممكن يعملها. ولو الاهل من الاول خدوا الطفل علموه صح هيبقى صح. الانطلاق وتحقيق النجاح والشهره يستلزم من الانسان بذل كثير من الجهد والطاقه والنشاط حتى يستطيع أن يحقق ذاته. وسيلفستر ستالوني بطل هذا الفيلم هو ملاكم يأتي من إحدى القرى إلى المدينة بحثا عن الرزق. ولا يتحقق له ذلك إلا في مجال الملاكمة المحفوف بالمخاطر، وهو من أجل ذلك يبذل جهدا كبيرا من أجل أن يحسن لياقته. مجهود عضلي صعب وعنيف، كما أن للجري والمشي أيضا فوائد جمة في تحسين اللياقة وتأكيد الاستعداد للنزال في حلبة الملاكمة. قديما قالوا من طلب العلا سهر الليالي. العلاج الأساسي للخجل هو القوة والكبرياء واحترام الذات. ويقول علماء النفس أن تلك المشاعر يمكن أن يساندها أي إنجاز يثير الكبرياء والشعور
بالفخر والكرامة، كأن تتعلم طريقة جديدة للسباحة أو تساعد على تسوية سوء تفاهم بين زوجين. فالنجاح في مثل هذه الأمور يمكن أن يساعد على العلاج من مشاعر عميقة بالخجل. حتى نلتقي نقول لكم في أمان الله، شكرا لكم وإلى اللقاء.